بالفعاليات ديال المنطقه اكسسوا الفعاليات ديال الغصوص جمال الموارد البشريه الموارد الطبيعيه اللي كاينين عندنا دونك عليها جات الفكره ديال التغازل سيرف اكسبو بزاف تاع الناس السيرف انا بديت في اول في الاخر ديال لا بروميير جينيراسيون او لو ديبار ديال لا دوزيام جينيراسيون ديال السيرف دو سيرف اللي كان ناقص le côté le côté les ou l'industrie de sorte de toute façon dans cette expo en plus que ça va arriver acteur à le surf il y a le surf t'as sûr le surf mais c'est le pire ouais la capitale du surf vous êtes chez les attendants c'est le pire ouais من جمعية تغازل سيرف اكسبو دونك ان شاء الله عندنا هذا المعرض اول معرض في المغرب وفي الافريك ديال السيرف اللي غادي يجمع جميع الفعاليات ديال السيرف من لي فابريكون المنتجين ديال لي بلونش من المنتجين ديال لي ديفيرون برودوي ديال السيرف كسوا من لي كريم كسوا من الحوايج كسوا من دونك من الناس ديال التوريزم حتى هما دونك هذه اول تظاهره ان شاء الله غادي تجمع فيها الجميع ويكون فيها بزاف ديال الانشطه الثقافيه انشطه اقتصاديه وكذلك دونك انشطه اللي ديال لا فورماسيون سكون ابل لا فورماسيون لي ماستر كلاس مع لي البارتنير ديالنا لا فيدراسيون رويال ماروكين دو سيرف الرسمي ديال تغازل السيرف اكسبو المعرض اللي غتشهدوا تغازل ان شاء الله سيختو الموقع ديال انكر بوينت اللي تتعرفوا انه هو لا ثوازيام ديستيناسيون دو لو سيرف دون لو موند اونتي هذه مبادره من الناس اللي ساهرين على اساس باش ينجحوا هذه التظاهره وينظموها اللي غتعطي واحد القيمه مضافه لو سيرف وهذه هذا المعرض اللي غيكونوا فيه دي سوسيتي انتي ناسيونال شركات دوليه وغيكونوا فيه حتى شركات وطنيه ومنه واحد الشق اللي هو متعلق بالصناعه ديال السيرف اللي كان فقدناه طيله هذه السنوات الاخيره اليوم غيكون باش تكون عندنا واحد الفكره انه راه ماش كاين غير لو سبور كاين واحد لاندستري كبير اللي مرتبط به في جميع اللوازم المتعلقه بها لا براتيكسيون دو سورف ومنه ايضا يمكن له باش يحرك العجله ديال التنميه على مستوى جهات تسمسى لان لو سورف هي رياضه عالميه اللي معروفه وتتعرفوا ذاك الحج الكبير ديال الناس اللي تيجيو ونيفو انترناسيونال للتغازل باش يبراتيكو لو سورف ومنه هاد طيله هاد اربع ايام هادي غيكونوا ندوات غيكونوا دي غوشيغ سيونتيفيك على لو سورف وعلى المضامين ديال لو سورف اون جينيرال وعلى لا في ديال اون جينيرال ديال لو سورف ومن هنا يمكن لنا نقولوا انه غندخلوا في واحد ليتاب اخرى اللي ربما غتعطي واحد الجماليه واحد الرونق واحد الاضافه نوعيه لهذا الرياضه وعلى مستوى الوطني طارق وهبي من لي سيرفور القدام ديال المنطقه سيرف اكسبو هي واحد التظاهره ان شاء الله اللي غادي تكون من 27 حتى 30 اكتوبر في منطقة تغازوت المضربة اللي غادي تجمع الناس اللي عندهم علاقة بالسيرف وبرياضة السيرف وبالصناعة ديال السيرف يعني من الناس اللي كيصنعوا لي بلونش ديال السيرف الناس اللي كيستقطبوا لي كليون كيعطيوهم بلايص ديال السكنة ولا دي ريستورون ولا لي تاكسي وما غاديش يكون هي الناس ديال المنطقة هاد الايفينمون ان شاء الله على مستوى عالمي يعني يعني غادي عرضنا على الناس اللي غادي يجيو من العالم باسره باش يتجمعوا لاول مره في هذه المنطقه هذه ونحاولوا نوريوهم مدينه اكادير والمنطقه تاع سوس ماسا درعا والامواج ديالها والجوده ديال الجو والامواج اللي عندنا في هذه المنطقه